كي نبدأ في اللعب نضغط على اي او فقط نضغط هنا ونذهب الى نافذة الكويست. تقرأ هذه الاشياء، يقول لك كيل جيميليز اند جاتر بلو جيمستونز، يقول لك اقتل هذه المخلوقات الموجودة هنا وسيعطونك هذا الحجر الازرق، اذن لنقوم بقتلهم جميعا. يقول لك لقد عثرت عليه. سوف نستمر في القتل الى ان نصل الى ليفل 5 او 10. اوكي، خذ هذه. وصلنا الى 5، نستمر في القتل. طبعا تضغط على F1 او تضغط بالماوس. يمكنك ايضا التحرك بالماوس والتحرك بواسطة لوح المفاتيح. هذا منو؟ كما يمكنك ايضا كي لا تتعب نفسك يعني في القتال، تضغط فقط هنا على اوتوماتيك هانتين يعني الصيد التلقائي، وسوف يبدا في القتل تلقائيا. انتظر ان سيفعل ذلك. هي يعمل هذا الشيء. يبدو انه يعمل فقط في هانتين زونز كما لقب. اوكي، لا مشكلة. لازم سكتار. خذ هذا أيها الوحش الصغير. أيضا تجمع بالضغط على F4 أو أضغط عليها بالماوس. طبعا طريقة اللعب كما شرحنا في لعبة نورسن من قبل، فأنت لديك هذه مثلا خانات هنا F1، هذه تعني F1، هنا F2، F3، F4، F5 إلى آخره. هنا تضع المهمة المهارات التي تقاتل بها، فتضغط مباشرة على لوح المفاتيح وتقاتل. الشيء الجميل في هذه اللعبة ليس فيها تليفل سريع يعني، اذا يبدو ان هذا هو الشخص الذي علينا نتحدث معه. اذا نضغط هنا، اذا اعطانا السول شوت. سنجدها هنا، هنا على هي موجودة هنا، سوف نستعملها بنفس الطريقة. ضعها هنا، تضع ايضا سكرول هنا نفافة الهروب. نعم لدينا 5. نعم، اذا كاستعمل السنجوت اضغط عليها على يمين الماوس. طبعا انا انسى هذه، اضغط هنا. لماذا لا تعمل؟ نعم،
إذا ظهرت هنا بهذا الشكل فهذا يعني بأنها مفعلة وتعمل بشكل جيد. أوكي، جميل جدا. إذا انطلقت جراند ماستر، إذا يقول لك تحدث مع هذا. Not I have recommendation. Oh, you received a soul shot. Soul shots are put to their corresponding slot automatically as long. إذا وصلنا إلى هنا، سأضغط على New Guide، وأضغط على Quest، وأضغط Agree to Help، وأضغط على Hunting to Go to Hunting Zone، يعني الذهاب إلى مكان الصيد. قبل ذلك سوف أضغط على Learn Skill، تعلم المهارة، كي نتعلم بعض المهارات الخاصة بليفل 8 الذي وصلنا إليه. سأضغط هنا، هذه خاصة ب expand inventory يعني توسيع الحقيبة. أضغط learn، لا يمكنني تعلمها. أوكي، سأتعلم هذه مهارة learn. ليس لدي SP. أوكي، ليس الآن، لا أستطيع التعلم الآن. أضغط go to hunting zone. إذا هنا يقول لك اقتل 20 وولفز، يعني الذئاب، هذه هي الذئاب التي علينا نقتلها. حسنا، وهناك لاعب آخر جديد موجود هنا معنا يقوم بالقتال أيضا. واو، ضربة موفقة. أوكي، جميل جدا. هيا بنا. إذن هنا يتم احتساب الذئاب 4/20. طبعا إذا لم تظهر هذه عندك مثلا فتضغط هنا وتضغط على كويست، يعني المهمات، وتضغط على اسم المهمة هنا، تضغط notification أو above، لا notification، ثم تضغط على اسم المهمة في الجنرال، وسوف تظهر هنا هكذا فقط. وإذن يقول عندما تسمع تنترن فهذا يعني بأنك نهيت المهمة، يقول لك عد إلى المكان. يمكنك أن تعود مشيا مثلا، ضغطت على الخريطة مثلا، ضغطت على زائد هنا. إذا نحن في الخارج، يمكننا فقط الدخول إلى المدينة مباشرة، نحن قريبين يعني. أقوم بتصغير الخريطة بهذا الشكل ثم أضعها هنا، ونذهب الآن لنأخذ جائزتنا مباشرة. أتبع فقط الخريطة بهذا الشكل، نمر من هنا ثم نذهب من هنا. موجودة بالخلف. ليس بالخلف، داخل. اوكي، اذا هنا نتحدث الى تاجر الدرع. جيد، اضغط كويست ثم اضغط هنا على هذه اللون باللون الاحمر، هذا يعني تحتاج الى مستوى بين 15 و20 لاجتياز هذه المهمة. اذا سوف اضغط هنا ثم اضغط جيت روارد، يعني اعطيني الجائزة. وصلنا ليفل 15، جميل جدا. اضغط نود، اضغط اجري. الان يقول لك اقتل جيانت سبايدر، يعني سبايدر العناكب العملاقة. قبل ذلك سوف اضغط هنا، اضغط باي اكيبمنت، شراء الادوات. اريد ادوات خاصة بالواريور لانني اخترت محارب. اذا اخترت ساحر تضغط على ويزارد اكيبمنت،
وزارد يعني ساحر، واريور يعني محارب. يضغط هنا، اذا انا محارب ساختار بعد اللبس الخاص بالليفل 15. اتحقق من نافذة سكيلز ما باسيف. ليس هناك رتبة، اظن اننا لن نحتاج شراء اي شيء الان، فقط نذهب لانجاز مهمتنا. تم اعطائنا هذه الاشياء، جيد جيد جميل جدا. اذا ضغط هانتين زونس، اذا نبدا في قتل 30 من هذه. هيا لنقتلها. واحد على 30، نقتلها. لنرى هل يمكننا تعلم مهارة الآن، لنرى ذلك. نعم، أصبحت لدينا الـ SP Not Learn، ونقوم بتعلمها. نتعلم هذه، نتعلم هذه. تحتاج إلى المزيد من الـ SP. أوكي، Not Learn. أوكي، جيد. نتعلم ضغط لور، نتعلم هذه الأشياء. إذا كنت يعني ضغطت عليها سوف تلاحظ بأن هناك ليفل 5. إذا ضغطت لورن يعني تصبح ليفل 6، وهكذا يعني تقوم برفع مستوى المهارة. لورن هكذا تعلمت المهارات الى ان تختفي تلك المهارات. ونذهب الى الان على اكتيف، نضغط على اكتيف سوف تجد المهارات الخاصة بك هنا لتستعملها. اذا فيزيكال سكيلز الهجوم الجسدي، اذا انا اقوم باحضارها الى هنا. ثم هذه مهارة مساعدة فقط هكذا. باسيف سكيل يعني المهارات الكاملة لا يمكنك استعمالها الآن. إذن جميل جدا. إذن الآن كاين قاتل، فقط نضغط على المهارة هنا أو تضغط على المكان الذي وضعت فيه على حسب الخانة التي وضعت فيها. هنا لديك F1، سأترك أنا على F3 كي أقاتل ب F3. الآن أمشي فقط إلى الوحش وأضغط F3 مباشرة. أما أضغط F3، لديك هنا علامة الدردشة، سوف تجدها بالألوان، ألوان متعددة. ثم هنا سيعطيك يقول يعني بتفسير هذه الألوان. لديك مثلا وورد شات باللون الأحمر يعني المحادثة العالمية، الشخص الذي يتحدث يعني عالميا باللعبة فهو باللون الأحمر. شوت يعني مثل الإعلان أو شيء من هذا القبيل. أليانس يعني التحالف، إذا انضممت إلى كلان باللون الأخضر محددة الفريق. ويسبر هي المحددة الخاصة، يعني إذا وصلتك رسالة باللون البنفسجي فهذا يعني بأن شخصا ما أرسل إليك رسالة على الخاص. وتراد شات يعني التجارة، اللون التجارة. كلان شات يعني عندما تنضم إلى كلان أو الكتيبة، هذه هي محددتها بهذا الأزرق. وأيضا المتحالفين أيضا بهذا الشوت إلى آخره. هنا تجد مجموعة من المعلومات إذا كنت تريد أن تظهرها أو التعديل عليها. طبعا في نافذة الأوبشن هنا
يتعلق بالدردشة يمكنك تكبير هنا كي تستطيع أن ترى جيدا يعني ما المكتوب هنا. يمكنك كذلك الضغط هنا على شات اوبشن، عندك الخيارات هذه ثم سيستم ويندو. اذا كنت تريد ان تظهر هذه النافذة او لا تظهرها، نعم هذا كل شيء. يعني هذه المهارات تقويك يعني. إذا لدينا لاعب آخر يقاتل معنا هنا كي تضيفه إلى صديق أو ترسل له طلب صداقة الضغط هنا. أوكي أين سنضغط عليه؟ كيف نضيفها؟ إذا ضغطت عليه دوبل كليك تتبعها بدون يعني تتبعه اللاعب إذا ضغطت على اسمه هكذا. مرحبا كيف الحال؟ ماذا تفعل من هنا؟ ألم تعش تخاف الفتيات من العناكب؟ ألم تعد تخافون من العناكب يعني؟ نعم يا أصدقائي، أنا أمام عنكبة مرعب جدا، اضغط اشتراك قبل أن يأكلاني. نعم يا إلهي انظر، لنأخذ سيلفي مع هذا الوحش. يا إلهي إنه يفتح فمه ليأكلني، اضغط لايك. عندما تنهي المهمة سيقول لك طلق تو كابتن باتيز. لا يوجد أي كابتن هنا. نفتح الخريطة، سنلاحظ أنه لا يوجد أي كابتن هنا. ضغطنا على زائد، أين هو الكابتن هذا؟ نعم موجود هنا، هناك هناك. يقول لك هنا فوق، يعني فوق غلوديو. إذا موجودة في غلوديو ونحن في هنا هذا المكان. اذا طبعا سنستعمل لفافة الهروب هي التي وضعناها هنا. هيا بنا نذهب. اذا نحن في تالكين ايزلاند، لسنا في غلوديو، لذلك سنذهب الى جيت كيبر يعني البوابة. نحن موجودين هنا عند هذا الضوء. يمكنك مثلا نعم نذهب الى الجيت كيبر بهذه العلامة الصفراء من هنا ومن هناك. طبعا كما قلنا يمكنك يعني التحرك بواسطة الماوس او بواسطة لوح المفاتيح ايضا في هذا الاصدار، ايضا بلوح المفاتيح. انا اختار الماوس لانني اقوم بالتسجيل. اذا ضغطت على جيت كيبر هنا وضغطت على تيليبورت يعني السفر، واختار هنا غلوديو ثم ضغط دوبل كليك وضغط اوكي ثم السفر. الان انظر كيف تكون الاحترافية، رغم اننا وصلنا الى 300 ادينة يعني العملة التجميع. ليس هناك شيء سهل في هذه اللعبة، وهذا هو الشيء الممتع جدا. سنجد علامة الكابتن هنا بالخريطة، يمكننا جر الخريطة بهذا الشكل و
ونذهب إلى المكان. هيا بنا. هذا هو الكابتن. التقينا مرة أخرى مع صديقاتنا. يجب أن نأخذ معنا سيلفي. أوه سيلفي جميل. هناك لاعبة أخرى هنا. جميل جدا. لدينا لاعبة أخرى هنا. نضغط على الكابتن وضغط كويست. إذا لدي المهمة ضغط هنا وضغط أسك. وصلنا ليفل 20. رائع. إذا أعطونا إكس بي سكروس يعني لفافات الخبرة و إتش بي جرعة الدم وشيء آخر. يقول لك وصلت إلى 20 الآن تستطيع تغيير تخصصك. يقول لك اذهب إلى المدينة لتغيير التخصص. لكن عند من؟ لنكتشف ذلك. قبل أن أذهب سوف أخذ من عندي مهمة أخرى كويست. أخذ هذه المهمة وأضغط Let's skip the part and move on. Tell me everything. إذن أعطانا مهمة أخرى. بعد ذلك سأتجه هنا نفذ المهمات. نعم لدينا هنا الترانسفر. نضغط على الترانسفر هنا لتغيير التخصص. إذا أنا الوريور إذا تقوم باختيار الوريور. إذا نعم التخصص الأول تختار إما تكون فارس بشر أو تختار المحارب البشري أو تختار مخادع أو النينجا كما يطلق عليه. إذا إذا اخترت هيومن كنايت سيكون عليك اختيار بعد ذلك إما بالادين أو دارك افنجر. إذا اخترت وايور سيكون عليك اختيار بعد ذلك وارلورد أو جلادياتور. إذا اخترت روج سيكون بعد ذلك اختيار إما تريجر هانتر أو هواكي. إذا سأختار أنا روج وأضغط كلاس تشينج كلاس. أضغط تشينج كلاس. تمنيت لو كان في اختبار تغيير تخصص كان ذلك أفضل بكثير من تغيير تخصص تلقائيا من النافذة. لأن الإصدار القديم كان فيها أن تأخذ اختبار طويل من أجل أن تغير تخصص. كان ذلك ممتعا جدا. بما أننا قمنا بتغيير تخصص هذا لدينا مهارة جديدة خاصة بتخصصنا. نضغط Learn Skills. إذا نتعلم المهارة الخاصة بتخصصي الآن. هذه هي المهارة الجديدة. إذا نتعلمها. سأبدأ بهذه المهمة الجديدة. ليس هناك ما يكفي تعلم المزيد. إذن سوف نحتاج إلى إس بي يعني مزيد من الخبرة. هذه هي المهارة التي قمنا بزيادتها الآن. استعادة الأش بي واستعادة الأش بي يعني الدم واستعادة الإم بي يعني الدم الأزرق. لا أظن أن نحتاج ذلك. المهم نذهب إلى المهمة التالية ونفتح ونتحقق من نفذ المهمات. نعم إلى المهمة التالية. طبعا أنت لست مضطر لاتباع المهمات. يمكنك فقط الذهاب إلى أماكن الصيد والقتال فيها. مهمة للمتعة فقط يعني. ضغط كويست.
ثم تضغط شو دي ترابل. يجب أن أقتل 70 من هذا الوحش. يا إلهي 70. يجب أن أخذ البوفات. ثم لدينا فتاة أخرى ولتحدث معها عبر الخاص، ولكن سنكتشف ذلك. ناطر كويست يقول لك تليبورت بلوديو فروم دي ليست اوف هانتين زونز رون اوف اغوني من جلوديو الى رونز اوف اغوني. نحن في جلوديو على ما اعتقد. نعم هي رونز اوف اغوني. اذا نضغط هنا ونضغط اوكي نذهب اليها. نزبط على الحقيبة سنجد بعض الأشياء. لدينا داجر، إذن السلاح الخاص بي. إذن دعنا نتأكد إلى نفذة سكيلز توا باسيف. نتظهر رطبة السلاح هنا، يعني الرطبة نتظهر هنا. دعنا نضغط على كاركتر. المهم سنفتح هذه الصناديق. أعطينا هذه الجائزة لأنك وصلت ليفل 10، ولأنك وصلت ليفل 20 تأخذ هذه الجوائز. عندما تصل ليفل 30 تأخذ جوائز أخرى هنا. ميشنز. هذا هو المقصود بميشنز. الميشنز هي تقوم بإنجاز مهمة ويعطونك جوائز مقابل إنجازها. الجوائز التي حصلنا عليها مضاعفة الإكس بي الخبرة سون شوت تيكيت اكسبيريوت. سأحتاج إلى سونشوت أخرى لأن لباس الخاص ب. إذن نحن الآن في الجراد دي. صارت هذه اللباس الخاص بي الآن. جميل جيد. السلاح موجود، كل شيء جيد الآن. نحتاج فقط إلى الصنشط لما نحضرها. دعنا نكتشف هذا الصندوق. هل يمكن فتح هذه الكتب؟ نايس، حلة جديدة يا صديقي. انظر إلى هذا الجو الجميل، جميل جدا. لنقتلهم جميعا. هيا بنا. أنا أضغط هنا. سيقاتل تلقائيا الآن. الآن يقاتل تلقائيا، لكن هل سيستمر؟ نعم جيد. إذن هنا يقاتل تلقائيا باستعمال هذه الدائرة. جيد جدا.